مساء الخير واهلا بحضراتكم في هذه التغطيه المباشره من اكسترا نيوز. تمتد العلاقات المصريه السودانيه عبر التاريخ، حيث تؤكد مصر دائما علاقات الاخوه والتضامن مع السودان وانها علاقات استراتيجيه بالغه الاهميه للبلدين على كافه المستويات. ونظرا لوقوع السودان ضمن الدائرتين العربية والإفريقية للسياسة الخارجية المصرية، أولت مصر عقب ثورة 30 يونيو أهمية بالغة لعلاقاتها مع الخرطوم ضمن إعادة تحديد وصياغة دوائر وتوجهات سياساتها الخارجية بما يتلائم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال العقد الماضي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية بالخرطوم. أهلا بحضرتك فندم، كل سنة وحضرتك طيب في البداية. أكيد كل سنة وانتم طيبين وأهلا بكم دائما. العلاقات المصرية السودانية تضرب بجذورها في التاريخ منذ سنوات وسنوات وعقود طويلة، كيف تراها الآن؟ نعم، يعني هي طبعا علاقات معروفة للجميع أنها علاقات تاريخية ممتدة منذ آلاف السنوات، وهي ليست مجرد علاقة بين دولتين، هي علاقة عضوية بين شعبين اتصل تاريخهما وارتبط بكثير من الروابط الأخرى، اللغة والدين والوجود في قارة أفريقيا والانتماء للعالم العربي وكثير من الارتباطات الأخرى التي تجعل من الشعبين كأنما هما يمثلان امتدادا إنسانيا واحدا، وربما حتى في الدماء تختلط دماؤهما عبر التاريخ. هذا الأمر في النهاية انعكس على العلاقات السودانية المصرية بين الدولتين في العصر الحديث، وكانت دائما هناك علاقات متميزة خاصة في المجالات التي يرتبط فيها الدولتان بروابط ذات ميزات خاصة. في على سبيل المثال وليس الحظ، المجالات التي ترتبط بالتعليم، معظم الذين تلقوا التعليم في السودان في عصور باكره قبل الاستقلال وبعد الاستقلال هم نهلوا من معين المؤسسات العلميه في مصر وفي مختلف هذه المؤسسات، وكثير من الذين في النهايه صنعوا المشهد السياسي في بواتير الاستقلال، استقلال دوله السودان، كانوا كلهم تقريبا من خلاصات المؤسسات التعليمية المصرية في مختلف العهود، وشكلوا المنصة التي الثقافية التي استند عليها بعد ذلك قوام الدولة السودانية بعد الاستقلال. أستاذ عثمان، أيضا يعني المتتبع ربما لتاريخ مصر والسودان يجد أنه من الصعوبة تاريخيا أنه يعني نفصل الدولتين عن بعض حتى في العصر الحالي، لدرجة أنه يعني مصر كانت والسودان دولة واحدة حتى تاريخ الاستقلال. طيب نتحدث الآن عن العلاقات المصرية السودانية وبالتحديد بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وأيضا يعني كانت أول زيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 لو حضرتك تتذكر، طبعا كانت إلى السودان، وأيضا بعد أن تم انتخاب مرة أخرى في 2018 أيضا كانت أول زيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت إلى السودان. نعم طبعا، يعني في الفترة الأخيرة ترسخت هذه العلاقات بصورة أقوى كثيرا، وتخطط يعني بعض التحديات التي كانت في الماضي خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطاعت فعلا أن تشكل منصة ربما تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. كانت هناك تحديات معينة، يعني إذا تكون المسألة دقيقة وواضحة، كانت هناك بعض التحديات التي تتعلق بالتواصل السياسي بين البلدين والتواصل في قضايا ذات الطابع الذي يعني يتجاوز حدود البلدين مثل قضايا المياه، سد النهضة وغيرها، وكان دائما هناك تواصل واتفاق وتفاهم حول هذه القضايا باعتبار انها مشتركات تصنع امن القومي للبلدين وتصنع في النهايه مستقبل مستقبل الشعبين في السودان ومصر. وفي الوقت الراهن انا اعتقد ان هناك تقدم كبير جدا حدث في هذه العلاقات، وضح مفهوم لدى الشعبين، يعني خاصه نحن هنا في جنوب الوادي
ان العلاقه مع مصر هي ليس مجرد زيادة الجوار الجغرافي وليس مجرد اتصال بين اي دولتين، انما هي علاقه ذات جذور قابله لان تنمو ولتطرح في النهايه الثمار المشتركه التي يمكن ان يجنيها البلدين. الان وهذه معلومات يعني انا اقولها بصوره ربما يعني تكون مثيره للدهشه، هناك ملايين من السودانيين الان يقيمون في مصر ويعملون في مصر، وبعضهم رجال اعمال يستثمرون في مصر، والتواصل مباشر في مصر، بل حتى في بعض الذين يعني شاءت ظروفهم ان ينتقلوا الى مصر في بعض الفترات الماضيه، ثم بعد ذلك تعذر عليهم الرجوع في السودان وخالفوا قواعد الاقامه في مصر. تفضل السيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمره الثالثه، وهذه معلومه مهمه جدا لان اخر تجديد تم قبل يومين تقريبا، للمره الثالثه يجدد المهله للسودانيين في مصر، كانت المره الاولى 6 أشهر، جددت 6 أشهر اخرى، والان جددت قبل يومين 6 أشهر ثالثه. لاتاحه الفرصه للذين يعني حصل ظروف معينه انسانيه قد شاءت ان يكونوا موجودين في الاراضي المصريه ولم يستطيعوا الرجوع للسودان. فالان بصوره استثنائيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التجديد للمره الثالثه ليتيح لهم فرصه توفيق الاوضاع والبقاء في مصر يعني امنين دون خشيه على انفسهم مخالفه القوانين. فانا اعتقد ان هذا يمثل نظره يعني قد تكون استثنائيه، يعني من الصعوبه من المكان ان تكون بين دولتين غير السودان. ايضا لو تطرقنا الى نقطه مهمه جدا وهي الدعم المصري للسودان في الحفاظ على سلامه وامن الاستقرار السوداني ومسانده هذه الدوله الشقيقه للنجاح في المرحله الانتقاليه، وكان اكثر شيء كان بارز في هذه المرحله انه زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السودان بعد ان تولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الحكم في السودان. بالتأكيد تناولت العديد من المباحثات والعلاقات الثنائية والقضايا المهمة بين الدولتين. كيف رأت السودان هذه الزيارات؟ نعم، يعني ما يتعلق بالأمن القومي أنا أعتقد هذه واحد من أهم أوجه العلاقات بين البلدين، هي قضايا حساسة لا يمكن أن تتحمل إرجاء أو التباطؤ أو التردد، ولذلك كان هناك دائما معاملة أو تعامل مع هذا الملف بصورة سريعة حتى يمكن دائما أن يكون هناك حوائط دفاع عن الدولتين والأمن القومي للدولتين لأنهما مشتركان. أنا لا أريد أن أعدد التفاصيل لكن هناك كثير جدا من الإجراءات التي تمت خلال فترة أو في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت فيها إجراءات كثيرة جدا لتأمين الأمن القومي للسودان ومصر، باعتبار أنه يشكل دائرة واحدة، هو ليس أمن قومي منفصل لدولتين إنما هو أمن قومي مشترك لهما، ولا بد وكل ما يمكن أن يهدد ليس فقط السودان من الخارج انما حتى ما يهدد وحده السودان، وهذه نقطه مهمه جدا، حتى ما يهدد وحده السودان من عوامل قد تكون احيانا تستغل الظروف الداخليه في السودان، هناك دائما تهديدات لمحاوله لوضع اي تحدي مثل هذا تحت التحكم بحيث لا يشكل في النهايه ممكن ان يشكل تهديد لمستقبل السودان. فاعتقد الان هذه واحده من اهم الملفات، و إلى حد كبير هناك تفاهم كبير جدا بين القيادة السياسية في مصر والسودان على هذه الملفات، وفيها ترتيبات اتخذت لتشكل ضمانات الأمن القومي للبلدين. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير جريدة التيار السودانية من الخرطوم، شكرا لك يا فندم.
أيضا ينضم إلينا هاتفيا السيد جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. العلاقات المصرية السودانية مرت بالعديد من المراحل، لو تحدثنا أنه قبل الانفصال، انفصال السودان عن مصر، وأيضا بعد الانفصال والآن في عهد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، من وجهة نظرك إلى أين تتجه هذه العلاقات؟ يعني مصر والسودان عمق استراتيجي نادر، بلدان يتكاملان معا في كل شيء، في التاريخ، في الجغرافيا، في النهر، في الثقافة، في النسب، في المصاهرة، في الرؤية الاستراتيجية. السودان كان جزء أصيل من معركة أكتوبر ومعركة الاستنزاف، وفي الخرطوم خلينا نتذكر القمة الأشهر، القمة العربية التي رفعت شعار اللاءات الثلاث في عام في أجواء عام 1967. كمان مصر والسودان وما تضمنه من اتفاقيات الأربع، تلك الاتفاقيات التي تؤكد التكامل ودائما وأن هناك وحدة لوادي النيل بين الشعبين أعمق من التاريخ نفسه المكتوب، يعني ما يربط الدولتين أعمق بشكل حقيقي مما ذكره التاريخ. فالسودان هي العمق الاستراتيجي لتحرير إفريقيا من الاستعمار بشكل واقعي وبشكل حقيقي. هناك اختلاط أنساب قديم جدا بين مصر والسودان، وهي أعهد أضلاع المثلث الذهبي المكون من مصر والسودان وليبيا. السودان رئة الأمن القومي الاستراتيجي لمصر، كما أن مصر أيضا هي رئة السودان على البحر المتوسط، وهذا ثابت. والأمن القومي للسودان هو جزء من الأمن القومي المصري، وكذلك الأمن القومي المصري وجزء أصيل من الأمن القومي السوداني. الرئيس السيسي منذ أن تولى مسؤولية الدولة المصرية عام 2014 وهو حريص على ربط العلاقات ربطا حقيقيا، انطلاقا من فلسفته اللي ابترى ان في السودان ومصر جسدا واحد لبلدين، وان كل ما يخص السودان امنيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا يخص مصر بالدرجه الاولى. ولذلك كانت زياراته المتعدده كما ذكرت حضرتك منذ قليل تاكيدا على هذه الفلسفه. الدبلوماسيه المصريه والسودانيه في كل العصور بالمناسبه وليست جديده، انما ازدادت عمقا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انما تسير وفق تنسيق كامل وغير مشروط من اجل استقرار البلدين. السودان في مصر، خلينا نتكلم كده بشكل عملي وواقعي، لا تجدين حضرتك السودان يشعر بالغربه في القاهره او صحيح. او مصر يشعر بالغربه في الخرطوم. كانت مصر حريصه بالمطلق على استقلال السودان عام 56، وكانت لها تداعياتها، ومصر قالت كلمتها امام العالم في مختلف المجالات، حتى على مستوى الاعلام كان التنسيق بشكل كامل وغير مشروط ايضا. واذكر حضرتك على سبيل المثال، ليست فقط الإذاعات اللي كانت منتشرة بين الدولتين وكانت تعبر عن صوت واحد مصر والسودان، كانت هناك أيضا المجلة الشهيرة مجلة وادي النيل التي كان يرى تحريرها الكاتب الراحل الكبير أنيس منصور. أيضا الثقافة المصرية والسودانية كانت يختلطان معا، فمثلا على سبيل المثال، وده مهم جدا لأنه ده في عمق العلاقات المصرية السودانية، نتذكر الشاعر محمد الفيثوري المصري السوداني الليبي، ايضا نتذكر الهادي ادم الشاعر الكبير اللي غنت له ام كلثوم غدا القاك في جامعه القاهره. امتزاج الموسيقى المصريه السودانيه، الطيب صالح وهو الروائي العظيم الذي كتب اول رواياته موسم الهجره الى الشمال وهو سوداني، ونشرها في مصر واحتفت به القاهره ايما احتفاء، وكانت لها صدى كبير يعكس مدى الحرص السوداني المصري والحرص المصري السوداني. السودان ومصر ظل على مر الحقب والعصور يتقاسمان فيض النيل، وهذا له دلالاته لدى الشعبين، وترك إرث وميراث وثقافة وتقاليد ضاربة بجذورها بين الشعبين. أيضا خلينا نقول أنه زيارات السيد الرئيس، وهذه مهمة جدا، زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تنطلق من استراتيجية وفلسفة لترسيخ جهود الدعم السوداني كدولة وطنية مستقلة، شعبها الشقيق يتمتع بكافة حرياته، خاصة في المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين
في جميع الملفات الاستراتيجية. كنا يعني لو تابعنا الزيارات ومضمونها وحللنا محتوى خطابات وكلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زياراته منذ أن تولى عام 2014، نجد أنها تؤكد دائما على الروابط الأخوة والسعي الدائم للارتقاء بالعلاقات إلى أفاق أوسع في مختلف المجالات الاستراتيجية بشكل حقيقي. وبالتالي هنا العلاقات لا يمكن يعني هذه العلاقات بدأت ثم بدأ التاريخ، وبالتالي كانت سابقة للتاريخ في رصده لأهمية وعمق العلاقات. لا يمكن أحد يعني أن يزايد على أهمية وعمق الروابط المشتركة ما بين السودان ومصر أو ما بين القاهرة والقاهرة. صحيح يا أستاذ جمال، وربما أيضا المتابع للتاريخ يعني يعلم أن هاتان الأمتان مصر والسودان متحدان بالتأكيد عن طريق المصالح المشتركة والمنافع أيضا المتبادلة وعدد من القواسم المشتركة مثل الدين والأخلاق والعادات والتقاليد، ربما بتتشابه بشكل كبير جدا مع مصر. يعني بالحديث أيضا عن حجم التبادل الاقتصادي والتجارة المشتركة بين البلدين، بالإضافة بالتأكيد أنه بيمر ما بين البلدين نهر واحد، كيف ترى العلاقات الاقتصادية والتجارية الآن؟ يعني بتزداد بقوة. هناك اتفاقيات تفتح أفاق واسعة لحجم ومزيد من الاستثمار والاقتصاد بين البلدين. المصريين لديهم مشروعات كبرى لا تخطئها عين في السودان، أيضا الأشقاء السودانيين في مصر لديهم مشروعات واستثمارات على مرمى البصر في مختلف المناطق ومختلف الشركات والمصانع والاستثمارات والتجارة وغيرها والأسواق وفتح مزيد من الأسواق ما بين مصر والسودان. وبالتالي هنا العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والجولات والزيارات واللقاءات والمباحثات والاتفاقيات لم تتوقف قط بين مصر والسودان. ويعني خليني أقول لحضرتك أنه ليست فقط في الأيام الماضية، ولكن أؤكد لك أن الأيام المقبلة تشهد الآن دراسة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي يعني تتفق مع عمق العلاقة بين البلدين والشعبين. دعنا نذكر أيضا بمرحلة مهمة جدا جدا في تاريخ السودان، وهي الدور الذي قام به الجيش المصري في ربط أجزاء السودان، وساهم الجيش المصري في مشروع مد خطوط السكك الحديدية. ربما نريد أستاذ جمال نذكر المشاهد الآن، وقام بعمل حواجز لمقاومة فيضان النيل الأزرق في السودان. يعني بكل تأكيد كانت يعني هناك، وخلينا أذكر حضرتك أيضا بنقل الكلية الحربية هناك، ويعني في السودان وتخريج دفعات جديدة وامتدادا لما تقولينه حضرتك من الدور المحوري من الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية التي كانت ترى في أنه نحن شعب واحد في بلدين، وبالتالي الشعب الواحد كانت له حقوق على الجيش المصري وقام بها في الأوقات الصعبة كما ذكرت حضرتك. وهذا النموذج لا يزال يدرس في المعاهد العسكرية العالمية بالمناسبة في هذا الدور وهذه المناسبة وهذه الواقعة تحديدا، والأشقاء السودانيين يقدرون ذلك ويعرفون ذلك ويعني يسجلونه بل يدرسونه في المدارس والجامعات وغيرها ويرددونه دائما يعني. وسمعت أكثر من مرة في صالونات ثقافية بالسودان كانت تضم نخبة من المفكرين والمثقفين والسياسيين والدبلوماسيين. وبالتالي هنا يعني المسارات المصرية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو سواء فيما يتعلق بالملف التي حضرتك ذكرتيه أو الملف المسارات الدبلوماسية، كثير من الملفات المشتركة بين البلدين. أستاذ جمال الكشكي بشكرك شكرا جزيلا، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، بشكرك على كل هذه المعلومات.
أيضا ينضم إلينا العميد ركن دكتور خالد محمد عبيد الخبير الاستراتيجي من الخرطوم. برحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، تصوموا وتفطر على خير. التحية لك ولضيفك السابق الذي أوضح جوانب كثيرة في العلاقات المصرية السودانية. التحية لإخوتنا وإخوة الشعب المصري من الذين يتواجدون الآن بجمهورية مصر الشقيقة. تحية لحضراتكم طبعا في السودان الشقيق سيادة العميد للقيادة المصرية. تحية لحضرتك بالتأكيد منورني. أنا خليني أدخل في السؤال تحديدا سيادة العميد خالد. يعني بالتأكيد العلاقات المصرية تاريخية مع السودان منذ أن كانوا دولة واحدة، وحتى الانفصال، وحتى الآن بعد أن تولى سيد رئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد. كيف ترى السودان وحكومتها وسياستها هذه العلاقات الآن؟ ما أراه أنا، ما دام حكومة عبد الفتاح السيسي وقفت مع الشعب السوداني في ثورة ديسمبر وآوت حتى الذين كانوا في الحكومة السابقة، فهي جادة جدا في علاقتها مع دولة السودان. هذا الأمر كما ذكر الضيف وكما ذكرت عندي قديم وموروث تاريخيا. الحقيقة على الأرض جمهورية مصر العربية ليس كبرش للصلاة حتى ينطوي وناتي بإخوة لنا، لكن شعوب السودان وقبائل السودان كلما ضاق بها الأمر ذهبت واتجهت شمالا تارك الشرق وتاركة الجنوب. شعوب وقبائل السودان تتطلع لعلاقات كما كانت في السابق في منطقة التكامل الزراعي، في مشروع التكامل، في منطقة النيل الأزرق، في مشاريع مد خطوط السكة الحديدية وسفلة الطريق القاري في اتجاه غرب السودان في منطقة لحد مدينة الأبيض وإلى أفريقيا الوسطى. هناك مشاريع كثيرة كما ذكرتي، ويمكن للشعب السوداني أن يستفيد تماما من علاقة شعبي مصر والسودان، ويستفيد تماما من التقارب بين القيادة العسكرية، القيادة السياسية والقيادة العسكرية هنا وهناك. ما نتطلع له نحن كما حدث في بداية ثورة ديسمبر في أزمة الخبز التي أرسلت جمهورية مصر الشقيقة إعانات وإمدادات، كما أرسلت مخابز كهربائية حتى تغطي الأزمة في أنحاء السودان. أيضا في مشروع الكهرباء نتمنى أن تكون تمديد خطوط الكهرباء حتى تدخل في الشبكة القومية السودانية. وكما ذكرت لك موضوع التعاون في مجال العلاج هو موجود بين الجيشين، موجود موضوع التعاون في مسألة التدريب ومعرفة البيئة السودانية وبالعكس معرفة البيئة المصرية، وتدريب القوات البحرية في منطقة الإسكندرية وتدريب قوات الصقعة المصرية في منطقة الشمالية. وكل هذه العلاقات الميرية والعلاقات السياسية تخدم الجانبين في مسائل الأمن القومي. فمسألة الأمن القومي لجمهورية مصر العربية والسودان مسألة لا تنفصل البتة، وظهر ذلك جليا خلال تعاقب الحكومات في فترات ما بعد الاستقلال وحتى بعد حكومة عمر البشير. نرى أن هناك قيادات سياسية تتمتع الآن بالمواطنة داخل جمهورية مصر العربية كغيرها من بقية شعب مصر. ما نتطلع إليه أن تعود البعثة التعليمية حتى تدعم بحركة التعليم في دولة السودان، أن تعود المشاريع الزراعية بشراكات ذكية عبر شراكات وليس أفراد كما حصلت يعني في مشروع التكامل الزراعي في منطقة النيل الأزرق. أيضا مسائل التعاون في صيد الأسماك في منطقة البحر الأحمر، ومن ناحية عسكرية أمن البحر الأحمر وأمن المضيق وأمن الدول الشقيقة عامة. في مسائل غرب السودان والطريق الغاري إلى غرب السودان لقد كانت هناك اتفاقات مبدئية لفض خطوط السكة الحديد وطرق الأسفلت، طريق الغاري عبر الأبيض إلى منطقة إلى دولة أفريقيا الوسطى، وطريق السكك الحديدية عبر الشمالية
إلى العاصمة الخرطوم. أيضا هناك اتفاقات مبدئية نتمنى أن ترى النور على مستوى العلاقات الطبية في إقامة مستشفيات لعلاج السرطان في منطقة الشمالية خاصة للأطفال، ومثل هذه المشاريع تجعل الشعبين أكثر تلاحما وأكثر تواصلا وتجعلهم يعلمون جيدا أنهم إخوة لا ينفصلون بعامل خطوط العرض وخطوط الطول التي ورثها لنا المستعمر. على كل حال نعلم جيدا أن القيادة في القيادة العسكرية خاصة في دولة السودان وهي صاحبة البوصلة الأصيلة في العلاقات الدولية والعلاقات الإقليمية، أنها تعي تماما دور جمهورية مصر العربية وقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو شعب السودان، وكيف أنه وقف معه من أول لحظة في 11 أبريل 2019 ومد يد العون، وكيف أنه عندما تدخلت الترويكا والأمم المتحدة كيف أنه أصبح غطاء وشال وش القباحة كما يقول السودانيين أمام المجتمع السوداني ليخفف الصدمة في مسألة وجود أجانب. ومن أجانب لما نقول أجانب لا بالطبع لا نقصد المصريين، بل نقصد من هم ناتون عبر البحار في الترويكا والأمم المتحدة. صحيح. فكانت لدولة مصر اليد العليا أن تخفف هذه الصدمة للشعب السوداني. طيب دكتور، دكتور خالد يعني خليني أروح مع حضرتك. نعم. لنقطة مهمة جدا جدا وهي الزيارات المتبادلة بين الطرفين سواء الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية أهميتها، وخصوصا أن احنا نتكلم عن زيارات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وكان بيضع السودان على قائمة أهم الدول التي يزورها بالتأكيد، وأيضا زيارة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر. كيف انعكست هذه الزيارات على السودان الشقيق مؤخرا؟ دائما ما تأتي زيارة السادة الرؤساء بفتح للشعبين من النواحي الأمنية ومن النواحي السياسية والاقتصادية. ما تدعى له القيادة السياسية في مصر أن يكون السودان آمنا وأن لا تحصل فيه تفلتات أمنية كما كان يحدث في السابق، وتتمنى جمهورية السودان أيضا من القيادة في مصر أن تكون دوما هي داعمة وصاحبة البوصلة الرشيدة في كيفية إدارة هذه العلاقات بعيدا عن المهاترات التي تحدث هنا وهناك كما حدث الآن في موضوع مطار مروي. وأعلن اليوم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أنه لا توجد استخبارات في مطار مروي عكس ما روج عنه الوسائط والإعلام الإلكتروني. فمسألة الزيارات أتتنا كم مرة في منعرجات خطيرة وبالطبع حصل انفتاح بعدها. صحيح. وما أتمناه أن هذه الزيارات تضع أمامها توحيد جهود الأحزاب السياسية في الفترة الغالبة نحو تحقيق الأهداف بين السودان ومصر. نعم للشعب السوداني أهداف وحوجة اقتصادية في الموارد التي تذهب شمالا، ولمصر حوجة أيا كانت أو شاكلتها في من جمهورية السودان. على الشركاء وعلى القيادة وضع آليات تمكن الشعبين من الاستفادة من هذه الموارد في الدولين. كان لو كانت تقنية وآلية حديثة في جمهورية مصر العربية أو ثروات خام في جمهورية السودان يمكن أن يكون هناك تعاون كبير بين الشركات بمفتاح الغادة في المستوى الرؤساء أن يضعوا المفاتيح لهذه العلاقات مع تغييدها وضبطها حتى يحس الشعب السوداني ويحس الشعب المصري ما يقدمونه لبعض في المجالات المختلفة الأمنية والسياسية وخاصة الاقتصادية. نعم بشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم العميد ركن الدكتور خالد محمد عبيد الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا ليك على وجودك معنا.
أيضا ينضم إلينا هاتفيا من الخرطوم السيد محمد إدريس الكاتب الصحفي. بشكرك، برحب بك في البداية بالتأكيد، بشكرك على وجودك معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سعيد جدا بالتواصل معكم. العلاقات المصرية تحية للمشاهدين. تحية لحضرتك والشعب السوداني الشقيق بالتأكيد. ربما مؤخرا أستاذ محمد دشنت القاهرة مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والسودان، وعكست هذه المرحلة عدد وحجم الزيارات المتبادلة ما بين الحكومتين على كل المستويات الحكومية والرسمية والشعبية، وأيضا التنسيق في كافة المجالات. انعكست هذه الزيارات على العلاقات المصرية السودانية من وجهة نظرك؟ نعم، في البداية التحية لك والتحية للمشاهدين في كل مكان، والتحية الخاصة جدا بمناسبة الشهر الكريم إلى الأهل في شمال الوادي. أعتقد بأنه من المهم تكون هنالك تطوير لمستقبل العلاقات، حجم التبادل التجاري والمنافع المتبادلة والمشروعات الاستراتيجية بين البلدين، لأن دي بتقوي العلاقة بين الشعبين الشقيقين. في تطور العلاقة بين البلدين هنالك مرت بظروف سياسية أحيانا قد تكون غير جيدة ما بين الجانبين، ولكن المهم أن العلاقات الشعبية العلاقات غير الرسمية ظلت مستمرة ومتطورة. قد تكون هنالك طموحات كبيرة بين البلدين، صحيح يعني السودان ظل داعم لمصر ولاستقرار مصر، وهنالك مواقف تاريخية للسودان، هنالك مواقف أيضا ممتدة ومستمرة من مصر في استضافة السودانيين، في تقديم خدمات العلاج والتعليم والحلول السياسية للأزمة. الآن طرحت المبادرة السودانية للحوار السوداني السوداني برعاية مصرية قبل شهور، وكان نقطة تحول كبير في مسار الأزمة، حققت يعني المفترض أنها تحقق في المستقبل الأيام، ودمرهم بالفاعلين في المشهد السياسي السوداني انه يصلوا ليتوافق. من المهم جدا انه هذه المبادره تستمر للوصول الى حلول، لانه لا تزال الازمه السودانيه خانقه، ولا تزال هنالك يعني حلول ومواقف من الاشقاء متوقعه في انها تجد حل لهذه الازمه. لكن الطموحات ما بين البلدين كبيره، والجهد الرسمي لابد ان يستمر وان يحقق الرفاه ويحقق الاستقرار للشعبين ويحقق مزيد من التطور، يعني يرتفع الميزان التجاري بين البلدين، يتم تطوير صحيح المعابر بتعمل بكفاءة عالية، هنالك حركة تجارية عالية، هنالك يعني السودانيين يجدون رعاية ويجدون اهتمام ويجدون قرارات خاصة من قبل القيادة المصرية فيما يلي تواجدهم وحركة الشعبين على ما بين البلدين. لكن من المهم جدا انه يتم تطوير هذه العلاقات لمستقبل افضل. تأكيد. طيب يعني توصف دائما العلاقات المصرية السودانية بأنها أزلية وتاريخية، وأيضا مساندة الشعب المصري بكل فئاته سياسيا وحتى شعبيا للسودان في جميع مراحله. وربما لو تحدثنا تحديدا عن مرحلة انفصال مصر عن السودان وإجلاء البريطانيين عن السودان، كان لمصر دور كبير جدا في هذه المرحلة، وأيضا ربما هذا يترجم الآن ونراه بشكل واضح الدعم المصري للحفاظ على سلامة واستقرار السودان واستقلاله أيضا في هذه المرحلة الانتقالية ربما التي مرت بها السودان. كيف رأت هذه السودان هذه المحاولات من الشعب المصري ومن حكومته ومن سياسيه أيضا لمساندة الشعب السوداني؟ طبعا منذ حدوث التغيير في السودان والتحولات التي حدثت بالاضافه الى مسار الازمه السياسيه، هناك جهود بتبذل من قبل كثير من الفاعلين الاقليميين، لكن الجاره مصر الشقيقه مصر هي اكثر دوله تتاثر وتؤثر في الاستقرار السوداني، واذا حدث اي شيء ما بين البلدين بالتاكيد مصيرهما مشترك في هذا الجانب. لذلك المبادره المصريه ورعايه الحوار السوداني السوداني من القياده المصريه وجد ارتياح كبير لدى فئات الشعب السوداني، وهو امر ليس مستغرب، لانه استقرار السوداني يؤثر على مصر والعكس صحيح ايضا.
فبالتالي هي من أكثر الدول التي يمكن أن تقدم باعتبار العلاقة التاريخية وباعتبار ما يجمعها بالفاعلين السياسيين من كل الأطياف السياسية، والحيادة التي ظلت تتميز به القيادة المصرية في أنها تتواصل مع كل الأطراف، وهدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقرار وليس ترجيح كفة طرف على آخر. فبالتالي من هذا المنطلق رعاية الحكومة المصرية للاستقرار في السودان واحدة من القضايا الاستراتيجية التي تهم الشعبين وتهم القيادة المصرية. فبالتالي أي حوار يتم رعايته من الشقيقة مصر يجد تجاوب كبير ويجد ارتياح وبتكون مآلاته في صالح استقرار البلدين. بالتالي المطلوب هو مزيد من الحضور في المشهد السياسي والتأثير والضغط على الأطراف وتقديم كثير من الدعم للاستقرار في السودان، لأن مصر لديها وجود ولديها تأثير كبير ولديها تأثير تاريخي على الأطراف السودانية. بالإضافة لدور السياسي الذي تلعبه مصر والسودان أيضا بالتأكيد في دعم الدولتين، أيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ما بين الدولتين، وخصوصا احنا نتكلم عن دولة هي الأقرب لمصر من خلال الحدود الجنوبية بالتأكيد، وأيضا السكك الحديدية الموصولة ما بين البلدين، وأيضا نهر واحد. حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والسودان إلى أين وصل من وجهة نظرك مؤخرا؟ هل زادت هذه المساعي لزيادة عدد الاستثمارات والمشروعات؟ ربما كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما حريص أنه في كل زيارة يذهب فيها إلى السودان على دراسة عدد من المشاريع التي ربما يتم من خلالها تبادل الخبرات سواء من مصر أو من السودان. نعم، هو تعميق المصالح الاقتصادية بين البلدين هو أكثر شيء ممكن أن يعمق العلاقات ما بين البلدين ويرسخها ويجعل من أنه المصالح المتبادلة هي الداعم الرئيسي للعلاقات. بالتالي هنالك تبادل تجاري، هنالك بضائع وسلع مصرية بتصل السوق السوداني، هنالك منتجات سودانية يتم تصديرها أيضا وتصل إلى الجانب المصري، خصوصا فيما يلي الثروة الحيوانية والمنتجات التي تتعلق بالمحاصيل. هنالك فرص كبيرة للزراعة في السودان، هنالك موارد مائية وتربة خصبة وأراضي ممتدة أيضا يمكن أن تكون هي مجال ومتسع للاستثمار الزراعي المصري في السودان. صحيح في تبادل تجاري كما أسلفت، ولكن هو ليس بحجم العلاقات وليس بحجم الطموح البلدين. إلى ماذا تتطلع السودان في هذا السياق أستاذ محمد؟ يعني إلى ماذا يعني تتجه الطموحات ربما في هذا المجال من خلال التبادل التجاري حتى والاستثمار؟ نعم، يمكن الاستفادة من الكفاءة العالية ومن التجربة الطويلة ومن الإمكانيات الاقتصادية الهائلة في البنية التحتية، في الربط الشبكي، في موضوع السكك الحديدية وتأهيل الطرق البرية أيضا والمعابر، وتقديم كثير من رؤوس الأموال في مجال الاستثمار الزراعي، إنشاء مصارف وبنوك ومؤسسات اقتصادية ترعى هذه المصالح. من المهم جدا هذا الأمر كله مربوط باستقرار السودان واستقرار الوضع السياسي في السودان. منذ العام 2019 لا تزال الأوضاع في السودان غير مستقرة نتيجة للأزمة السياسية السودانية، لكن من المهم جدا تجاوز العقبة الأولى وهي الاستقرار السياسي بإحداث التوافق ما بين المكونات، وهنالك قبول كبير الرعاية المصرية للحوار السوداني السوداني. لذلك الاستقرار السياسي هو الذي سيحقق استقرار اقتصادي وسيجعل من العلاقات السودانية المصرية يتم تنميتها وتطويرها في المستقبل، لأن الحديث الآن عن تطوير هذه العلاقات في ظل الأوضاع المتردية سياسيا وأمنيا يصبح أمر غير واضح. بشكرك شكرا جزيلا. من الخرطوم السيد محمد إدريس الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك يا فندم. شكرا موصولة لحضراتكم ومشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء، كنت معكم نسرين فؤاد.